يا عيال انا بنقل شقه جديده ان شاء الله اخوتي شي مره قريب. المهم وابي اروح ايكيا اشتري لي اغراض. قد اخذكم معي مش ورانا. اول شيء نصبح على القهوه هذه، نفتح الباب ندخل من ربي. يا هلا صباح الخير. يا هلا يا هلا. طبعا نبي لي برمجها من جديد، امس فصلت الكهرب عنها بالغلط. وكوبنا المفضل هلا بالزين. هل من وين جيت انت؟ من وين جيت؟ تعال ورع. الاستخلاص ابيه يوقف على تقريبا يعني نقول 26-27، وبعدين هو بيقعد يقطر لين يوصلها 30 تقريبا. فعلق على الزر. طبعا هذا الماكينه ذي لحالها بس نظبط الوزنيه. شوف حلو. خفيفه شوي سريعه، يبغالي اعدل الطحنه. كم وصلنا؟ بيري عد الطحن شوي سريعة، بس خلاص سريع كان. على ما نخلص القهوة شغل السيارة من بعيد. عاد توني أذكر إني بركب السيارة وأنا القهوة، فما ينفع الكوب ذا. ألو، بغير الكوب، باخذ الكوب هذا طويل. زين عاد ينكب بس ما صار شيء. حصل خير. بس كوب صارت كأنها بلاك. يبغى لز والله يبي يعدل الاستخلاص، يعني مو مشكلة. يوووو اللون والله ريحته حلوة مرة صراحة. وقت الاستخلاص صعب اني اوريكم صراحة لان كاميرا كبيرة ما اقدر امسكها واثبتها، بس انا احب يعني احط 175 ملي، من 175 الى 185 ملي حليب. حليب مراعي، انا احب فريش. انكم مايلين صدق. طيب خلصنا، باقي أبخر. ما أدري تشوفون ولا لا، أنا ما أشوف. بس ترى شوف الجمال يا عيال. هلا والله. طبعا صعب برسم على كوب طويل، اسمح عليكم. يلا ليتس جو. اوكي عشان تكون الطلعة. هلا بوي هلا بوي. هيا بنا إلى ايكيا. شوف القلب المقلوب. اشغل الراديو، ايش تبي؟ اسكت يا اخوي. يا سامي انقلع. بكمل هناك في الغالب جوالي، ما ودي اتمشى بكاميرا صراحة. يعني يا انه ممنوع يا انه ما ادري، ما اتوقع ممنوع صراحة، بس كذا ما ودي اكون ماسك كاميرا. يا عيال يا عيال، الدنيا بيوم مرة ما شاء الله تبارك الله. اتوقع اني بحتاج عربة. لا مو هذي، وين عربة حقتنا؟ بتحط فيها الكيس صح. نجيب هذي الظاهر. بسم الله كده هنا صح كده؟ والله ما ادري شكلي سرقت انا، اتوقع كده. شلون والله رايقات، بس الظاهر مو الظاهر الا صدق انها مو صدقية. صدق انها مو صدقية. قال اني متوتر اول بلوج انقال. والله يا رايق الجلسة مع البوية والبركة. دايم والله حلو مرة. طبعا انا جالس ادور ارفف للست اب الجديد او الغرفة الجديدة، بس الى الان ما في ارفف كويسة. والله حركة الخشب هذه جبارة. هذا الجدران في الوسط ما فيه، والله حلوة.
قاعده هذه حقت السر تقف سرير ما تطلع من غرفتك يومين على سعرها ما قال الله. وفي هنا تحط التابلت بعد نايس. في هذه الارفف هذه الطبيعيه معروفه عند هيك من عمر الدنيا بس ما ادري بدي بشكل جديد مع انه والله حليوه اتوقع سعرها 50 ريال حلوه هذا رقمها عشان اجيبه بعدين 110 26 اوكي. هذه البويه اللي ودي اضربها الغرفه نفس اللون كذا على ازرق امامك رايقه هلا بسم الله اوكي. هذه اللي اخترتها تو اوكي اتوقع احسن واحده مع الازرق الغامق اللي هناك ممكن ابيض يجي بس ما ادري احس كذا بني غامق فخم بس ما في لدي هذول هذه حلوه عيبها بس الحديد ذي دير عن انجليزك هذه لها سعر والحامل لها سعر بس انا ممكن اخذ الطويله اللي تو مع تنتين هذول الصغار اني اخليها في مستويات مختلفه ما ادري او اخذ تنتين طوال هذول الرايات تنفع طبعا تقولون صراطة بس لا تنفع كرنفلكس 75 والله غالية بس هي تفتح النفس الله ولا ندومي بعد عزوبي هذول في المطبخ بشوف ايش قزيت قزيت الرف ذا بس مشكلته نحيف في هذا رايق مدري مشكلة ما ادري يوه ها اهلين بحثت انا في جوجل 130 ريال والله ذا الطاولة رايقة شوي احنا هم 100 بس الظاهر انها ترتفع وتنزل بس ما ادري كيف يمكن مسامير والحلو فيها الكيس هذا اللي وراء ترمي فيه الاسلاك كلها تنزل من هنا ترمي اسلاكك خلاص يعني يصير من تحتك مرتب ما فيه اسلاك ولا شيء تحط توصيله داخل ولا اي شيء مدري فمية تسوى ولا ما تسوى مدري هذه رايقة مرة صغيرة هاي وعشر حبات 85 والله حليوة عشر تنفعك صح؟ ما اعرف يب والله مدري بس حسيتها حلوة ان كل قزازة لونها مختلف يعني تنفع ورا في السيت اب وش ذا القبح يا عيال؟ ولا بخمسة ريال اخذها. وهذا ايش في شنبكه قلبي؟ بس اسمع انا كان بعطيك اوكي صار كيوت. فالكومن كذا نقول مرحبا هذا الكافيتيريا بوجه طالب مصعد لانه كيستي الفاضية. هذا احد شيء عندهم كوب لاتيه ينفع لاتيه يعني سعر مرة حلو. في احجام طبعا في الصغير مره مبصق انه هذا ربي طبعا انا حظي مخلص ما في الا الصغار ذول طربانه البطانية حقتي شاريها من هنا ما لقيتها استغفر الله ست أخيرا بأخذ شيء ثقلها أخيرا لعمبي ارفع راسك انت صعودي غيرك ينقص وانت تزودي. طيب رفتنا اللي بأخذ هذا طبعا هو الغالب 50 مو 45 كيف خش من الرياض الزبدة بأخذ منه المسامير هذه اتوقع تحتاجها لان لو تشوفون هذا البي ابيض من ورا ايه بسم الله في فتحات مسامير وتوصلت واحد قال لي لازم تجي مسامير تشتريها قصدي لحالها كني اذكر اول كان تجي معها كذا ببلاش لا المهم ما لقيت الاسود ما في الا الابيض هنا فيبي لي اروح ادور مستودع اضافه جديده شوفوا يا عيال رايقه ذي بامبو صح؟
لوكي بامبو. شوف حتى حاطين جوا حاطين مويه عشان ما تخرب. والله رايقه. تاخذ تزرعها عندك. توق هنا يا عاد المفروض نلقى الرف اللي ابيه. هاي البطولات حتى هنا مسوين اخراج. والله صح عليهم. هذا لكنه كبير بزياده. ولد 33 اخرطار. هذا هو 26 في 110. خليني اتاكد من المقاسات. في هنا الصغار هذول بس ما هو هذا اللي يبيهم. لا يب دن يا عيال. لو في بني غامق يكون احلى صراحه من اسود بس الظاهر ما فيه. يب 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 في بني فاتح متري. اغمض عينيك. هذا منظم اسلاك. اخوي يبي واحد بس لسه انا ما تبي. كنا بلاع مو بسلاك كمبيوتر. لا لا لو في اسود كان اوكي جبته. قماش بعد احلى واحلى. اشوف طرباخ ابو عمر يقولون ان الشاورما حقتهم ها مع النص صبح. والله بس خلينا نجربها. والله ذا غريب ما تتفوت يا عيال. حبه واحده نقنقه. عدنا. بسم الله. صراحه طاف ثنتين والله اني جوعان. شو اسوي؟ صح انه فطور بس المعده ما تعرف. المعده ما تعرف فطور ولا غدا ولا عشاء. ما تعرف. عارف على فلسفه. ريحتها حلوه. ريحتها ريحه دجاج بزيت. هذا احلى شيء. بس الله يستر. هم ايش قالوا؟ قالوا الظاهر ناقصها ملح او ناقصها ثوم والله ما اذكر. او طعم الدجاج. قالوا طعم الدجاج لك عليه. كنا لستك الظاهر. بس والله شكلها شهي مره. فخر البوكس ما تجي. والله شكلها قوي. بسم الله. ما حباك قدام الكاميرا بس يلا. حلو والله ما ادري. حلوة. والله حلوة. واحلى شيء فيها المخلل حقهم. مخلل جبار يعني. مخلل صدق. عيبه الوحيد بطاطس يعني كثرة مرة. ما ادري يمكن الشباب طاحوا دجاجة مو بزينة ما ادري شو السالفة. بس والله طعمه لذيذ يعني. بصراحة طعم الدجاج مو واضح لان البطاطس كثير. بس انه مو كثير مرة يعني بس لذيذ لذيذ مرة. تسوى والله صراحة. بس ما تسوى انك تطق مشوار عشان انك موجود مرة واحدة على طريقك. والله حلوة. اوكي يا عيال بعد ما خلصت. صراحة ناشفة مرة. انا قلت كثر لي ثوم بس ما حط لي بزر. ما يحط لا يحط لا كاتشب ولا ثوم ولا شيء يعني. ما طلبت كاتشب. انا ادري بيحقدون علي عمر وابو عمر وذا. المهم ما حطيت كاتشب. بس انه اصنعي. المهم حلوة حلوة يعني يمشي حاله صراحة. اوكي خلصنا. خلص الفليك حقنا. دخلت ترى ونسيتكم. نسيت اني اقفل المقطع. المهم ان شاء الله عجبكم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وحطوا رقم عليكم مقطع. سلام.